السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا في دولة من أغنى دول العالم. الدولة دي مفيش حد يعرف عنها كتير، ولكن مؤخرا بدأ ناس كتير تعرف عن هذه الدولة. والمنحة اللي موجودة معانا النهاردة منحة في قارة آسيا، في أغنى دولة إسلامية وتعتبر أغنى دولة من دول العالم. يعني سيبك بقى من دول أوروبا والكلام ده كله، لا، احنا هنا بنتكلم عن دولة ممتازة جدا، دولة إسلامية، دولة غنية جدا جدا جدا. تمام، خلينا نعرف تفاصيل المنحة المقدمة من خلال هذه الدولة. هي منحة جامعة بروني الممولة بالكامل. تمام، المنحة دي موجودة في دولة اسمها بروني دار السلام. دي دولة موجودة في قارة آسيا، ولو انتم مش عارفين عن الدولة دي خشوا ابحثوا عنها. ودي دولة ممتازة جدا، غنية، الإقبال بدأ يروح للدولة دي بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبدأت ناس كتيرة بتهاجر ليها، وتعداد سكانها قليل، وظائف فيها كتير، الدراسة فيها ممتازة، العملة فيها ممتازة وعالية، يعني فيها مميزات كتير جدا هذه الدولة. تمام، طيب المنحة دي مقدمة من جامعة اسمها University of Brunei Dar Salaam. تمام، هي جامعة بروني دار السلام هي اللي بتقدم المنحة. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دول عربية، افريقية، اسيوية، بتقدر تقدم على هذه الفرصة بكل سهولة. تمام، طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه لهذه المنحة، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير وموجهة لدرجة الدكتوراه. تمام كده، يبقى هي بتدرس فيها الماجستير او الدكتوراه. المنحة دي او هي الجامعة نفسها بتعرض البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ولكن المنحة هي موجهة فقط للماجستير والدكتوراه. في ناس بتقول إن المنحة دي موجهة للبكالوريوس، لا، المنحة دي مش متاحة للبكالوريوس، المنحة دي ماجستير ودكتوراه فقط. تمام كده، عشان يكون بس الموضوع واضح. طيب بالنسبة للتمويل المقدم من هذه المنحة، ركز بقى معايا عشان تمويل ممتاز جدا. أول حاجة، رسوم الدراسة كاملة بالمجان، يعني أنت مش هتدفع أي رسوم دراسية خالص ولا تكاليف للدراسة، كل تكاليف الدراسة هتكون على حساب الجامعة. تمام كده، تاني شيء، تذاكر الطيران من بلدك إلى بروني ذهاب وعودة مجانا من الدرجة السياحية. تمام، يعني تذاكر الطيران كمان هتكون على حساب الجامعة، أنت مش هتدفع أي تكاليف خالص بالنسبة لتذاكر الطيران، كمان هتاخدها من الدرجة السياحية. تمام، كمان هيكون في راتب شهري 500 دولار بروني، ده عملة بروني بيتعاملوا بالدولار البروني، وراتب شهري كبير جدا. تمام، تقدر تستخدمه في احتياجاتك الشخصية، وكمان تقدر تدخر منه لو تحب. كمان بجانب الراتب الشهري هيكون في سكن جامعي متوفر به كل شيء، سكن جامعي ممتاز متوفر به كل شيء، يعني انت هتاخد راتب شهري وكمان في السكن موجود، كمان وجبات الطعام متوفرة. يعني انت متخيل انك هتاخد راتب والسكن والاكل عليهم، ويعني الراتب ده تقدر بقى تستخدمه في احتياجاتك الشخصية الاخرى، فده شيء ممتاز جدا. كمان مصاريف الابحاث والكتب هتكون بتمويل 2000 دولار بروني، يعني مصاريف الكتب اللي انت محتاجها اثناء الدراسه، لو هتعمل ابحاث مثلا في مكان معين او كده، هيوفروا لك 2000 دولار بروني عشان تقدر تستخدمهم في الكتب والابحاث. كمان انت بتضمن لنفسك الدراسه في اغنى دوله اسلاميه وافضل جامعه من جامعات العالم. خشوا واكتبوا كده جامعه بروني دار السلام، وشوف ترتيبها على مستوى العالم كام، مستوى الدراسه فيها عالي ازاي. كمان يا جماعه، بالنسبه للدوله دي، دوله بروني دار السلام، تعتبر من الدول المتحدثه باللغه الانجليزيه، هم بيتحدثوا بلغه الملاوي. تمام، ولكن اللغه الشائعه حاليا، يعني انت بتنزل الدوله بتلاقي ان كل الناس هناك بتعرف تتكلم انجليزي، ف يعني حاجة ممتازة جدا، يعني دولة انت مش هتواجه فيها صعوبة حتى لو انت مش بتعرف اللغة بتاعتها، لا، انت لو رحت هناك تقدر تتكلم بالانجليزي برضو متاح. تمام، طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في الدولة دي، عندنا تخصصات كتيرة جدا، هتلاقي التخصصات هنا متقسمة بالكليات. تمام، يعني كلية الفنون والآداب وكلية العلوم الاجتماعية تخصصاتها، الماجستير تخصصاته، تمام، تخصصات الدكتوراه، تخصصات الماستر، بزنس ادمنستريشن، انت بتشوف كل تخصص من دول، وبتشوف، خلي بالك، اللي مكتوب عليها الدكتور دي يبقى دي دكتوراه، تمام، مكتوب عليها ماستر يبقى دي لدرجه الماجستير. تمام، فانت بتشوف على حسب المرحله الدراسيه بتاعتك وتشوف التخصص المتناسب معاك. تمام كده، تقسمها هنا بالكليات، تقدر تشوف تخصصك المناسب وتختاره. موجود برضو الطب، موجود التمريض، طب فيها الماجستير، تمريض، تخصصات كتيره جدا موجوده. تمام، دي كلها التخصصات. خلينا بقى دلوقتي نروح لمدة الدراسة. مدة الدراسة في الجامعة دي منقسمة لثلاث فئات. ماجستير في الدورات الدراسية ستكون مدة الدراسة 12 شهرا بدوام كامل. يعني ايه؟
يعني انت متاح انك تاخد ماجستير لمدة سنة، هيكون ماجستير نظري فقط، تمام، ده مدته 12 شهر. في ماجستير تاني عن طريق البحث اللي هو ماجستير النظري وعملي مدته 24 شهر سنتين، تمام، والدكتوراه بشكل عام بيكون مدتها 36 شهر. فطبعا انت بالنسبة للماجستير تقدر تختار الدورة اللي انت عايزها، سواء عايز تاخد ماجستير لمدة سنة واحدة، وده موجود في دول كتيرة جدا عادي، وفي ماجستير لمدة سنتين اللي هو النظري والعملي، وتقدر تختار انت عايز اي نوع من الماستر، تمام. بالنسبة لشروط التقديم في المنحة دي، ان تكون من الطلاب المتميزين اكاديميا خلال المرحلة الدراسية السابقة. المنحة دي شوية شرطها هنا ان لازم ان الاشخاص اللي يكونوا مقدمين فيها، ومش لازم بشكل الزامي كبير، ولكن الاشخاص اللي يقدموا فيها لازم يكون برضو متميزين، اشخاص متميزين في المرحلة الدراسية بتاعتهم، معاهم مثلا دورات كورسات اشياء مثل ذلك، يعني يكون برضو الاشخاص المتقدمين، مش اشخاص اللي هم يعني صفر في كل حاجة اكاديميا مثلا، لا، يكون اشخاص برضو لديهم من المقدرة العالية، عندهم كورسات دورات ما الى ذلك، تمام. هنا عندنا ملاحظة، هذه المنحة لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية بشكل إلزامي عند التقديم، مش مطلوب منك يبقى معاك شهادة لغة إنجليزية بشكل إلزامي. كمان المنحة دي ليس بها حد أقصى للعمر للتقديم فيها، هي متاحة لجميع الفئات العمرية، تمام. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، أوراق مش معقدة. أول حاجة ملي الأبلكيشن أونلاين، في أبلكيشن أونلاين لازم أنت تملاه، تمام. بعد كده في صورة جواز السفر بتاعك لازم ترفقها، كشف الدرجات لآخر مرحلة دراسية، كشف الدرجات بتاعك، سواء انت لو حاليا انت في اخر سنه مثلا من البكالوريوس او الماجستير وحابب تقدم لدرجه دراسيه اعلى، بتقدر تقدم حتى لو انت مش معاك الشهاده النهائيه، بتقدر تقدم بشهاده السنه اللي قبلها، تمام. وفي حاجه اسمها ورقه حسن سير وسلوك، دي بتجيبها، يعني دي ورقه بسيطه جدا، بتروح لاي مركز شرطه موجود في بلدك، او بتروح للجهه الحكوميه المسؤوله في بلدك، وبتقول لهم عايز استخرج شهاده حسن سير وسلوك. والشهاده دي معناها انها بتثبت خلوك من ارتكاب اي جرمة او اي جرائم، يعني انك حالتك بالنسبة للاشياء ديت الجرائم وما الى ذلك، الحالة بتاعتك نظيفة، تمام. فالورقة دي بيتم استخراجها ليك على انك ما ارتكبتش اي جريمة او عملت اي شيء في بلدك مخالف للقانون، وانك يعني انسان مظبوط زي ما بيقول، تمام. فالورقة دي بتثبت كده، وطبعا سهلة، بتستخرجها من اي جهة حكومية موجودة في بلدك. اخر موعد للتقديم في الفرصه دي هو 28 فبراير 2021، ده اخر ميعاد للتقديم في المنحه. بدء الدراسه، الدراسه تبدا في المنحه دي في اغسطس 2021، تمام كده. طيب انا دلوقتي عايز اقدم للمنحه دي، ازاي اقدم؟ ركز بقى معايا، عشان التقديم في المنحه دي بيمشي على خطوتين. اول خطوه، في ابلكيشن تقديم اونلاين، انا حطيت لكم اللينك بتاعه من هنا، هنشوفه بعد شويه، وتملى الابلكيشن ده. بعد لما حضرتك بتملى الابلكيشن ده، بيوصلك على الايميل بتاعك كود، تمام. الكود ده هو رقم الابلكيشن بتاعك. حضرتك مطلوب منك بقى بعد لما تملى الابلكيشن اونلاين وتحصل على هذا الكود اللي هيوصلك بعد ميل الابلكيشن، انك تاخد الاوراق دي كلها، تمام، شايف الاوراق دي، تاخدها وتجمعها في ظرف وترسلها لعنوان الجامعه. يعتبر ده الشرط اللي شويه الاصعب هنا، انك لازم تاخد الاوراق دي كلها بعد لما تحطها اونلاين، تاخدها مرة تانية وتكتب على الظرف من بره، تحط كل الأوراق دي في ظرف وتكتب الكود من بره على الظرف ده، الكود اللي هيوصلك بتاع الابلكيشن بتاعك، عشان يقدروا يميزوا ان الورق ده صاحب، يعني جاي من 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 ابلكيشن، من كود الابلكيشن ده، تمام. فكود الابلكيشن هو اللي بيميز شخص عن اخر. وبترسلها لعنوان الجامعة، ده عنوان الجامعة لازم ترسلها، ممكن ترسلها بالبريد، في خدمات ارسال زي DHL FedEx مثلا، ممكن ترسلها بأي خدمة من هذه الخدمات، تجمع الأوراق كلها وترسلها بعد ميل الابليكيشن أونلاين لعنوان الجامعة، تمام. هنا في ملاحظة، ما تنسوش طبعا ان قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحة، وكمان لو حابب نساعدك في ارسال الأوراق للجامعة، برضو بنقدر نوفر كل ده. كمان بنوفر خدمة اسمها خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي، عشان تستخدمها في التقديم لأي منحة بنفسك، ودي خدمة يعني بشكل عام لتجهيز الأوراق للتقديم في أي منح بنفسك، تمام. ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات، هتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملأ رابط استمارة الخدمة اللي انت عايزها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء، تمام كده. تمام، خلينا دلوقتي نشوف ايه الإعلان الرسمي للفرصة دي اللي فيه التفاصيل اللي احنا ذكرناها، تمام. هيفتح معانا ده الموقع الرسمي، ده الموقع الرسمي للجامعة، هتلاقي كل التفاصيل هنا، هتلاقي هنا الأشياء اللي بتوفرها الجامعة، تذاكر طيران، راتب شهري، أبحاث، سكن، وجبات طعام،
كل ده بتوفره المنحة وكل ده شرحته المنحة، تمام كده؟ فده الإعلان الرسمي. وهنا أنا حاطط لكم أبلكيشن التقديم، هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي عشان يفتح معاك أبلكيشن التقديم، تمام؟ أبلكيشن التقديم مش معقد، أبلكيشن بسيط. هتلاقي هنا بيشرح لك في الأول يعني ايه الاشياء اللي انت تقدر توفرها، وهنا كاتبين الطلاب الدوليين اللي من خارج بروني لازم يبعتوا اوراقهم على عنوان الجامعه اللي هو ده، تمام كده. هنا بقى انت بتيجي في الجزئيه دي بتختار البرنامج اللي انت عايز تدرسه، تخصصك، تختار متاح ليك تختار تخصصين، ماستر او بي اتش دي او دكتوراه، تمام. هنا بقى بتتكلم عن البيرسونال داتا، تحط صوره شخصيه هنا ليك، تحط بياناتك، اسمك، اسم العائلة، جنسيتك، دولة إقامتك الحالية، كل دي بيانات شخصية أنت بتملأها، تمام؟ هنا بيانات الإقامة الحالية، الدولة اللي أنت قاعد فيها حاليا، عنوان الإقامة، المدينة اللي أنت قاعد فيها، كل ده بتحطه. وهنا دي معلومات شخص، مثلا في حالة تعذر الاتصال بيك على هذا العنوان أو على هذه البيانات بتحط شخص إضافي، بيانات شخص إضافي، تمام كده؟ ودي بيانات الوالدين، والدك أو والدتك أو مثلا الشخص اللي بيرعاك، تمام؟ وهنا دي المطلوب بابليكيشن، تمام. هنا مطلوب خطة بحث، خلي بالك ان خطة البحث مش مطلوبة بشكل الزامي، يعني خطة البحث مش الزامية في الابليكيشن، تمام. ممكن تحطها ممكن لا، ولكن يعني الافضل لو انت عندك خطة بحث مثلا، يعني سبيل المثال انت هتقدم لتخصص مثلا فليكن احد تخصصات من هنا، فليكن مثلا اللي هو البيولوجي، يبقى انت مثلا تجهز خطه بحث بالنسبه للدكتوراه. اكتر شيء بيركزوا عليه خطه البحث مع الدكتوراه، ممكن الماستر ما بيركزوش على خطه البحث، ولكن بالنسبه للدكتوراه لازم تجهز خطه بحث للدكتوراه عشان يدعم من طلبك اكتر، تمام. فبتحط خطه البحث هنا، تمام، بتحط البيانات بتاعتها هنا، بترفق الملف نفسه، تمام. هنا لو انت شخص ليك خبرة عملية، يعني لو انت اشتغلت مثلا، لو حاليا شغال بتحط، انا مثلا بعمل دلوقتي في جهة مثلا، تمام، بتحط البيانات اللي انت، بيانات المكان اللي انت شغال فيه. لو ما بتشتغلش حاليا مثلا بتدرس او متوقف عن العمل بتحط نو. تحط بقى الورك اكسبيرينس، لو في اي خلفية عملية يعني اماكن انت اشتغلت فيها قبل كده بتحطها لو موجودة عندك. بالنسبة للي انت عايز تقدم للمنحة بتكتب يس هنا، تمام. وهنا بتحط النيم اوف سكولرشيب اللي انت، اسم المنحة اللي انت عايز تقدم عليها، وطبعا اسم المنحة هي UPD Scholarship، تمام، اللي هي منحة جامعة بروني، تمام. فبتكتب اسم المنحة، وبتكتب مثلا لو انت خدت منحة سابقة مثلا بتحط ياس، لو ما خدتش منحة سابقة بتحط نو، وهكذا، تمام. طيب تحط بعد كده بقى دي بالنسبة للبي اتش دي، البي اتش دي عامل لها خانة لوحدها للمنحة، فلو انت هتقدم على البي اتش دي يبقى لازم تختار هنا انك هتقدم على يو بي دي سكولارشيب، فتختار ياس من هنا وتحط بقى البيانات اللي هم طالبينها منك، تمام. تحط زي يعني مقاله ليه انت مهتم بالدراسه في بروني وجامعه بروني، تمام. ده بالنسبه للبي اتش دي فقط، دي للناس اللي مقدمين على البي اتش دي، مطلوب منهم ان هم يحطوا المقاله. طبعا البي اتش دي او الدكتوراه مطلوب منهم شويه حاجات اكتر من الماستر، تمام. هنا بقى بالنسبه للخلفيه التعليميه بتاعتك السابقه، انت درست فين سابقا، تحط بقى مؤهلاتك و مثلا تاريخ التخرج او التاريخ المتوقع للتخرج. وهنا بالنسبه للغه الانجليزيه كاتبين لو متاح عندك اللغه الانجليزيه، مش شرط الزامي، لو متاح اي شهاده من الشهادات دي بتحطها، لو مش متاح عندك شهاده خلاص بتسيب الجزئيه دي فاضيه. مطلوب 2 توصيه، خطابات توصيه اونلاين، بتحط بيانات اصحاب التوصيه، وبعد كده بتقول انك ما عندكش اي طبعا اعاقه او اي شيء، بتضغط على كلمه نودي، وهنا بتعمل فايل ابلود، بتحط كل الملفات، الاوراق اللي احنا كنا قلناها كلها هنا بتحطها، بتضيفها في السكشن ده، بتعمل اد وبتضيف كل ملف. وهنا الديكلاريشن خلاص، بتضغط صح انك موافق على كل الشروط، وهنا بتكتب الكود ده، وبعد كده تضغط على كلمه سبميت، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه. بعد لما بتقدم بيجي لك كود، الكود ده بتاخده وحضرتك بتجمع بقى الاوراق دي كلها وتحطها في ظرف، وتكتب على الظرف ده من بره رقم الكود، تمام. وبتبعت الورق بتاعك للجامعه، تمام كده. يبقى احنا شرحنا المنحه بكل تفاصيلها، وضحنا ازاي تقدم للمنحه، وضحنا تمويل المنحه، وتمويل ممتاز جدا جدا، نادر انك تلاقي جامعه بتوفر كل هذا التمويل، صراحه منحه ممتازه جدا. فلو حابين تقدموا لها ما تنسوش طبعا اخر ميعاد 28 فبراير 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.